الصف الثالث. اليوم نعملكم جدول ضرب علامته اكس. قبل ما نبلش لا تنسونا من اشتراكاتكم ويلا نبلش. يلا الان جدول الضرب مثلا صفر. صفر جدول ضرب صفر. يلا هسميه ضرب صفر يساوي انا ضربت المية ما في ما ضربتها صفر ما ضربت المية يعني مية ضرب صفر ما ضربتها ما ضربتها شو الجواب بيكون؟ صفر. ممتازين. يلا طيب 22 ضرب صفر يساوي انا ما ضربت انا ما ضربت 22 كم الاجابة؟ صفر. ممتازين. 99 او صفر ضرب 99 ضرب صفر يساوي ما ضربت 99 صفر. الان ننتقل لجدول الواحد. الان عندنا جدول ضرب الواحد. يلا 42 ضرب واحد انا ضربت 42 مره واحده شو الجواب؟ 42. ممتاز. طيب واحد ضرب 55 انا ضربت 55 مرة واحدة شو الاجابة؟ 55. العدد الكبير نضربه مرة واحدة بحط العدد الكبير في عقلي بقول انا ضربته كم مرة؟ ضربته مرة واحدة. فال 55 ضربتها بوكس مرة واحدة وال 42 ضربتها بوكس مرة واحدة. يلا الجدول الآن رقم 10. الآن جدول العشرة. 42 ضرب 10 يساوي 42 منحطها في الجواب في الإجابة ومنحط وبعدين كم صفر هنا؟ واحد. حط صفر هون بتصير 420. ممتازة. هلا 10 ضرب 10 ضرب 55 حلو. ال 55 ضربناها 10 مرات فمنحط 55 وكم صفر هنا؟ نحط الصفر هون 550. ممتاز. هلا بدنا نعمل لنرمين شو؟ اختبار جدول الصفر والواحد والعشرة بدنا نشوف بتجاوب او لا. الآن عندنا امتحان لنرمين بنشوف إذا تجاوب عليه زي ما إحنا علمناها ولا لا. يلا بسرعة يا نرمين. 32 ضربناها مرة واحدة شو الإجابة؟ بسرعة. 32. ممتازة. يلا بسرعة. 45 ما ضربناها ولا واحدة صفر صفر. أيوة ممتازة. يلا 60 ضرب 10 منحط 60 وبعدين كم صفر هنا؟ واحد. 600. ممتازة. العشرة ضرب 17 ضرب 71 ضربناها 10 منحط الواحد 71 كم صفر هنا؟ بصير 700 وعشرة. ممتازة. هلا 85 ضرب صفر 85 ضربناها ولا مرة صارت صفر. ممتازة. 29 ضربناها مرة واحدة 29. أيوة وإن شاء الله تكونوا احكي لهم استفدتوا من جدول الضرب صفر واحد وعشرة ويعطيكم العافية.